شايفين صينية المكرونة التحفة دي، صينية مكرونة بالجمبري بالصوص وايت تحفة يا جماعة. لو الأهم كمان إنه من إيد أمنية بنتي، وهي اللي وقفت عليها وعملتها من الألف للياء. يلا نخش الفيديو نشوف عملنا الصينية الجميلة دي إزاي، واللي حطوا لايك للفيديو، واللي مش عامل متابعة ينزل يعمل متابعة، وشجعوا أمنية عشان تعمل لكم وصفات تانية كتير. يلا حبايبي، أحلى صينية مكرونة بالجمبري تحفة، شايفين جمالها؟ يلا ندخل الفيديو ونشوف الصينية الجميلة دي اتعملت ازاي. تعالوا بقى نشوف الوجبة الجميلة دي هنعملها ازاي. حتة زبدة كده مع حبة مع حبة زيت، ونسيحها على النار. بص يعني ايه نص راس توم كده، ونشوحها مع انا في الفلفل ده انا مطرزاه بالتوم، وحاطه معاه توم فريش، يعني حاطه ده مع ده. انا مفرزه توم وحطاه في الفريزر، فجايبه منه حته. احنا مش هنحمرها قوي، يا يعني دوبك تتشوح بس كده، وبعدين نحط الجمبري. نسيبه بقى ايه كده يتشوح وياخد لون، ونشوف هنحط عليه كمان ايه. نرش عليه شوية فلفل وشوية كمون، فلفل وكمون، وكمان شوية ملح، ونحط كمان حبة كاري وشوية بابريكا كمان. نسيبه بقى لحد ما ميته يشرب ميته. ما تقولي يا أمنية بتعملي ايه؟ هنسيبه لحد ما يشرب ميته، وبعد كده هنشيله ونعمل بقى، نبدأ نعمل البشاميل الوايت صوص بتاعه. هو نزل ميه كتير كده عشان نفرز صح؟ على بال بقى ما ينشف بقى نكون ايه سلقنا المكرونه، حاطين ميه ونحط فيها شويه ملح ومعلقه زيت كده بقى ايه خلاص استوى اهو. حاطين عليه كمان طماطميه متقطعه قطع صغيره، ونطفي عليه النار ونركنه على جنب بقى كده شويه، ونشوف الخطوه اللي بعديها هنعمل بيه ايه. الميه غلت بقى كده اهي، نحط المكرونه، حطينا فيها شويه ملح وزبده، طبعا مكرونه اقلام مش هنسلقها قوي، هنسلقها ايه نسيب فيها نضغه كده شويه. مش كده يا امنيه؟ هو اهم حاجه ان المكرونه ما تبقاش سوا كامل، يعني تلات ارباع سوا كده، عشان لما تدخل الفرن تبقى سواها مظبوط. حله بقى تانية على النار، وتحطي فيها كام معلقه؟ هنحط 3 معالق دقيق، وهنقعد نقلب على البارد لحد ما يدوب خالص، لحد ما يدوب خالص، وبعد كده هنرفعها على النار بقى، ونقلب فيها لحد ما يتقل، ونحط جبنه موتزاريلا. وكمان تقلبي بس كويس على البارد لحد ما يدوب الدقيق خالص. سابتني ومشت، راحت لابنها، هم اصحاب العيال كده. يلا رجعت تاني، هتحطي ايه كمان؟ هنحط جبنه موتزاريلا او ميكس جبن زي دي كده، ومعاها قطعتين جبنه رومي مثلا على البارد بردك. لا اما تبدا تسخن، اما تبدا تسخن. ايوه يلا اعرفي الناس كده عشان يبقوا عارفين بنعمل ايه. اما تبدا تسخن هنحط الجبن، عشان ايه مع السخونه تفق الجبن تسيح مع بعض، وفي طب الاخر بقى يتقلب الوايت صوص بس. وايدك في وايدك فيه برضه مش كده؟ هو كمان لو عندكم جبنه مثلثات او كيري هتدي طعم طبعا جميل. اي نوع جبنه مثلثات، كيري كيري طبعا بيبقى احلى، بس المتاح ساعتها تمام، يعني بيدي طعم احسن كمان. وعايزين بقى نحط ملح، نحط شوية ملح بس مش كتير، لحد ما ندوق كده نشوف ملحية عشان الجبن، الجبن فيها ملح، يعني نحط حاجة بسيطة كده، ولما ندوق هنشوف محتاجة ملح نزود. وشوية فلفل برضو، كمان فلفل، رشة فلفل بسيطة كده تدي طعم. انت هتتحملي مسؤولية الأكلة دي كلها، مسؤولية كاملة ان شاء الله. هتنبهروا هتبهرنا أمنية النهاردة، هي صممت تعمل هي الاكل ده النهارده بايديها.
صح ده الحقيقة يا جماعة، ميكس الجبن ده تحفة، مديها ريحة جميلة جدا ما شاء الله. تسلم ايدك يا أمنية. ده لسه البشاميل، لسه ما نشوف بقية الوصفة هيبقى شكلها ايه. خلاص كده قوامها كده، يلا نشوف الخطوة اللي بعديها ايه. دلوقتي هنطفي عليها طفينة خلاص اهو، وهنحط عليها بقى الجمبري. يعني هي خلاص كده حطت الجمبري هنا على الصوص وتظبطت التوابل والحاجة. معلش ما لحقتهاش وهي بتحط الجمبري اهو، الجمبري محطوط فيها وتبلته وزودت ملح وظبطت الدنيا. هنروح بقى نشوف المكرونة هنعمل فيها ايه. حطيناها هنا اهو في صينية، كلها كل الكمية اللي انت هتعمليها حطيناها في الصينية هنا. هتحطي بقى عليها ايه؟ هحط عليها الصوص، نص الصوص ده بالجمبري اللي فيه، نص الصوص كله حطيتيه هنا تقريبا، نص الصوص عشان نقلبه في المكرونة عشان يخلي طعمها جميل. نص الصوص بس حطيتيه في الصينية. ونقلب كويس جدا عشان كل المكرونة يبقى عليها الصوص. هنحط الجزء الباقي، نحط الجزء الباقي بقى على الوش كده. هنظبطها، ظبطيها بقى كده. شايفين بقى وشها جميل ازاي؟ بس احنا ولعنا الفرن الشواية، احنا دلوقتي ولعنا الشواية، نحطها تاخد وش في الشواية. هتبقى يعني ان شاء الله هتبقى تحفة. هنحطي ايه تاني؟ انا هرش كده شوية جبنة رومي على الوش، وبعد كده احط الموتزاريلا بقى هتبقى كتير عشان تخلي طعمها ان شاء الله يعني تحفة. دي بقى ميكس الجبن او جبنه موتزاريلا المتاح، ده ميكس جبن موتزاريلا. لو متاح عندك موتزاريلا بس برضو عادي جدا، اي جبن عندك بقى حطيها. يفضل الجبنه تبقى فكه خالص، يعني احنا طلعناها من الفريزر، احنا يعني هطلعها ايه قبلها بشويه عشان الافكت بتاعها كمان يبقى احلى وتسيح تبقى احلى. حطي اللي فاتح، سيبي المجمدة دي يعني مش مشكلة. احنا شغلنا بقى الشواية عشان الفرن يسخن، هنحطها تحت الشواية بس. هي طبعا كل حاجة فيها مستوية على فكرة، انت ممكن تاكليها كده، مش ممكن تتاكل كده من غير ما تخش الفرن. طبعا ممكن من غير، بس احنا حابين نعمل لها وش يبقى طعمها كمان احلى. ممكن يعني تتاكل كده على طول كأنه وايت صوص وعلى طول تتاكل. طب حلو قوي، جميل كده. بس هو البشاميل خد لون محمر شويه بسبب الفلفل، بسبب الجمبري وفلفل الالوان اللي حاطينه، الفلفل الاحمر بتاع التوم. انا بصراحه مش بعملها بفلفل احمر، بس بنجربها النهارده بيها اكيد هتبقى حلوه، لان انا بحب كل حاجه بالفلفل. قلت لها لا حطي وعلى ضمانتي، بس هي طعمها حلو ان شاء الله. يعني هي باين من ريحتها اهو، فين ان العيال كلوا منها قبل ما ندخلها الفرن وعايزين تاني. يلا هندخلها بقى الفرن على كده تاخد وش كده ونطلعها نشوف شكلها ايه. ادي الصينية بعد ما طلعت اهي تحفة يا جماعة، ولا ريحتها هايلة هايلة هايلة. تسلم ايدك يا أمنية، جميلة جدا، والجمبري فيها ما شاء الله. شايفين الجمال ما شاء الله. نغرفها بقى، يلا حطوا بقى لايك للفيديو الجميل ده وشجعوا أمنية عشان تقف معايا تاني في المطبخ. يلا حبايبي اشوفكم بقى على خير، انا وأمنية في وصفة تانية ان شاء الله.